ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان كلكم تكونوا بخير واتمنى ان كل حاجه تكون تمام معاكم. ان شاء الله الفيديو بتاع الاسبوع ده هيكون بالعربي زي ما انتم شايفين، والاسبوع ده هتكلم عن حاجات كده مضايقاني في السوشيال لايف. فيا ليتس جيت ستارتد وذ ذا فيديو. احنا مش بنحب الخير لبعض، احنا مش بنحب نساعد بعض، احنا مش بنحب نسند بعض، احنا حابين الخير لينا احنا بس. ولو الخير ده جال حد غيرنا او حد تاني ناجح اكتر مننا بنبصله في النجاح بتاعه ده وبنحقد عليه وبنكرهه. ليه ما نحبش الخير لغيرنا؟ ليه ما نفرحش لما نلاقي حد بينجح وحد بيسعى وحد فعلا طالع لفوق؟ ليه نيتنا بقت سودة قوي كده؟ ليه بقينا مش كويسين من جوه؟ هتفرق انك تبقى اشطر واحد او اغنى واحد؟ كل دي في الاخر مش هتعني اي حاجه. المهم واللي هيعني بجد ليك انت، لنفسك انت ولربنا، الخير اللي انت عملته للناس، الفرحه اللي انت فعلا فرحتها لشخص لما شفته بيسعى، لما شفته بينجح، انك تبرعت بمعلومه من معلوماتك الفظيعه لشخص تاني، دي فعلا الحاجه اللي هتفرق مع ربنا واللي هتفرق معاك انت. تاني حاجه حابه اتكلم عليها، انا اتعرفت على شخص جديد، اتكلمت مع الشخص ده وضحكنا وانبسطنا وهزرنا وخلاص، يعني اخدنا بقى اسامي بعض وعرفنا بعض وكده. اليوم اللي بعديه على طول الشخص ده يقوم معدي من جنبي وانا معديه، عينينا تيجي في عينين بعض وما نسلمش على بعض ولا حتى نضحك في وش بعض ولا كاننا عارفين بعض اصلا. ليه كده بجد؟ انا مش فاهمه ايه الكونسبت من موضوع ان انا ما سلمش على شخص انا اعرفه او انا تعاملت معاه او انا اتكلمت معاه ولو ابتسامه بسيطه واهلا. مش هيحصل حاجه، مش هتتدمر حياتك لو بصيت لحد انت تعرفه، قعدت معاه، خرجت معاه، اتفسحت معاه، عملت معاه حاجه، ولو اتكلمت معاه مثلا، خبط فيك واتكلمت معاه حبه، خبط في كتفك مثلا واتكلمت معاه حبتين وبعد كده رجعت وشفته تاني وقلت له اهلا، مش هيحصل حاجه. هي انا حابه اتكلم على حوار الفيكنس. في فيكنس في التعامل، مفيش، ما تحس الواحد مش قادر يحس انه الاحساس اللي طالع من الشخص ده او الضحكه اللي طالعه من الشخص دي جينيوين. انا بتعامل مع الشخص ده، بتعامل معاه عشان شكلي او منظري يكون ان انا بتعامل معاه، عشان يقولوا ان انا عندي صحاب، ان انا عندي ناس اعرفه. احنا كلنا بنتعامل مع بعض وبنكلم بعض واحنا اصلا مش طايقين بعض. بس كده، ده الفيديو بتاع الاسبوع ده. انا حاسه ان الفيديو قلب سيريس شويه، ما كانش هزار، ما كانش كوميدي، لا بالعكس انا كنت بطلع حاجات فعلا جوايا. ويا ريت بقى نحسن مع تعاملاتنا مع بعض ونبقى كويسين ونصفي النيه، نصفي النيه عشاننا، عشان ايه؟ عشاننا كانديفيدجوالز وعشان الناس اللي حوالينا. كل السوشيال ميديا لينكس هتلاقوها في الديسكربشن داون بلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم ما تنسوش تدوني لايك وسبسكرايب اذا انتوا جداد. اهلا، انا اسمي مريم وانتوا فعلا مش هتندموا لما تضغطوا على السبسكرايب بتن. بس كده، اشوفكوا ان شاء الله الاسبوع الجاي. don't forget to smile. باي.